السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رجعنا لكم بأحلى فيديو جديد وحلقة جديدة تماما. النهاردة هنبدأ سلسلة ماينكرافت يعني جديدة، وهتبقى سلسلة سبيد رن. انا اول مرة اعمل السلسلة ديت على قناتي، مش تحطوا لايك وتشوفوا القناة من المشتركين، ويلا بينا نبدأ السلسلة ديت. يعني سلسلة مهمتك بس انك تخلص ماينكرافت، اللي هو انك تقتل تنين. يعني انتوا عارفين انك تقتل تنين يعني، اوكي. طبعا السلسلة ديت لازم تكون يعني 3 حلقات بالكتير، 4 حلقات بالكتير، عشان يعني سلسلة يعني ما فيش هنعمل فيها حاجة، لا هنبني بيت، لا هنجمع يعني حاجات، لا مهمتنا نعمل دايموند، لا هنستكشف حاجات، لا هنبدأ على طول. اوكي، هعمل الحاجات الاساسية وارجع لكم. الحاجات يعني نجمع اكل وخشب وستون، يعني عارفين الحاجات دي. اوكي جماعة، انا عملت يعني نص ربع الحاجات اللي المفروض تتعمل. اولا ان انا جمعت نحاس مش عارف ايه لازمته، والحجر، وانا جعان، وجمعت كمان اكل بس مش اكل كتير. والله ده مش اكل كتير الصراحة، مش هيكفيني السلسلة. قلت لكم لازم الاقي لي اللي هي قرية، عشان ايه؟ اوه ماي جاد، مش عايزة اجمع اضيع الفحم، عشان انا برضو لقيت حتة فحم، مش عايز اضيع الفحم واعمل اللي هو فرن، عشان الفرن بيشوي بطيء يعني. فانا عايزة اجمع شجر خشب، يعني اللي هو ايه ده؟ اوه ماي جاد يا شباب، لا يا شباب هنا. اوكي خلينا نشوي حتة لحمة، عشان ال اوه ماي جاد جمعت الصوف. اوه ماي جاد، انا بحسب نفسي ما جمعتش الصوف، بس نفسي انام كده. يا نهار، الكرافتنج تيبل هناك يعني. اوكي، بسرعة، خد الكرافتنج تيبل، خد بسرعة. طبعا في الصباح يعني هكمل تجميع الاكل، واكمل الليلة السودة اللي احنا فيها دي. اوكي بسرعة، هنام واشوي الاكل وبعد ارجع لكم. اوكي شباب، هو دي المنطقة، ما تفكركوش حاجة كده يعني. انا بالنسبة لي المنطقة المسطحة يعني بتفكرني في حاجة، بس اللي تابع القناة من اول فيديو لاخر فيديو يعرفها يعني، بس يعني كون ملاحظة لي يعرف. اوكي دي صوفة انا مخدتهاش. اوه ماي جاد، اوكي جمعت كمية اكل رهيبة جدا يا شباب. ايه ده؟ اوه ماي جاد، البطارية يا شباب، البطارية. اوكي يا شباب، هنا الاكل، هنا جمعت كمية الاكل المناسبة، والدليل الجلد عشان ما يقوليش حد انت جبتها من مكان غير. اوكي يعني اتوقع ان هكتفي، بس لو لقيت قرية يعني هيبقى احسن، فهمتوا كده؟ اوكي، في كمية يا شباب، كمية يعني دجاج مغرية جدا صراحة، بقولها. اوكي انا مستغرب من لحم الخروف، هو مبيبين مزلليش لحم خالص والله، انا ما باخدوش والله. اوه ماي جاد اتنين، تعالوا والله لقفل 50 يا شباب. اوكي فاضل لي واحدة يا شباب. اوكي يا شباب، انا حاليا متجه انا ادور على قريتي. اوكي سيف اتكسر، بشرة خير. ايه؟ اوكي السموك انا كنت عايز اعمله، طبعا جمعت له خشب ونسيت اني اعمله، يعني ده غباء مني. اوكي وانا شفت حاجة والله مش عارف، والله مش هقتل خرفان والله خلاص. اوكي انا في رحلتي
الى القرية، هدور على قرية حتى لو كانت بعيدة مليار متر. انا يعني همشي بس بعد ما يتشوي الاكل. اوكي يا شباب، انا طولت جدا، وزي ما انتوا تشوفوا يعني عملت لي قارب عشان دخلت على محيطات وانا بدور على او ماي جاد سكيلتون. يا شباب سكيلتون، اهرب يا شباب اهرب. ايه اهرب؟ طبعا شويت الاكل وخلاص عملت كل حاجه، بس اوكي. بس المشكله الكبيره الصراحه اني اوكي عايزه اتجه للجزيره ديت عشان يعني اعمل سرير وانام. اوكي هعمل دلوقتي سرير وانام. بوم. طبعا شويت الاكل مشيت كتير يا شباب، والله مشيت اكتر مما تتخيلوا، اكتر يعني تقريبا يعني 800. انا مش 800، انا مش 800 بلوكة، يعني ممكن يعني 200-300 بلوكة، يعني حاجة زي كده. انا مشيت كتير يا شباب، مشيت كتير. اوكي خلينا نكمل في الاتجاه ده. اوكي خلاص، اتوقع ان دي نهاية الجزيرة اللي عندنا، فخلينا نتجه نتجه. يلا 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 يلا، انا كنت ماشي يعني امام، فخليني احافظ الاتجاه دوت. انا كنت بمشي كده فلقيت صحراء، دلوقتي معناها اني ممكن الاقي قرية. وخلينا متجهين يا شباب الى هنا. اوكي لا مش وانا كنت بمشي فين؟ اتوقع باحتمالية الكوب وانا كنت بمشي هنا كده. استنى، انا تهت يا شباب، انا كنت بمشي في اتجاه ومشيت عكسه. اوكي وانا همشي هنا واتكل على الله يا شباب. انا مش عارف اني هل ده او ماي جاد. سلحفة، ازيك السلحفة؟ ازيك؟ هي ما تتدربش. او ماي جاد دربت. وزوز نزلت خفيف. ما ايه ده، هي نزلت حاجة؟ او ماي جاد مش عارف. فخلينا متجهين الى الاتجاه الذي نحن فيه. اوكي دخلنا على المستنقعات. هو ده مش مستنقع بس يعني سافانا، اتوقع ده السافانا يعني. فهمشي كتير قوي وبعديها ارجع لكم مرة كمان. اوكي انا في نفس المكان، بس انا بطلت امشي على المحيط عشان يعني التحكم في القارب مقرف الصراحة، مقرف. الا في حالة واحدة، وهي ان كل الطرق مسدودة وفي بس طريق المحيط، بس في طريقة ديت يعني او ماي جاد انا بطلع بشوف. بس في طريقة ديت يعني هعمل. اوكي يا شباب، انا وقعت وقعة سودة من النيل بمينة، خليني اطلع بمينة. انا اول مرة او ماي جاد فحم ما تفوتش ولا قطرة فحم يا شباب. ايه يا شباب؟ شباب مش كده، شباب او ماي جاد او ماي جاد. بلوك. اوكي بلوك تاني، بلوك كمان، بلوك. يلا يا عم انجز. والله غباء. اوكي شباب، انا والله ما انا واخدها، مش واخدها، والله ما واخدها يا شباب. طبعا انا لقيت يعني شلال، بس الشلال ده غريبة، غالبا الشلال بيبقى في يعني كهف، يا اما اللي هي الفيليج. اتوقع لو لقينا فيليج يعني هتختصر علينا وقت كتير عشان ايه الاكل وال او ماي جاد. يا شباب لقينا الفيليج. اوكي يا شباب الحمد لله اننا وصلنا الى الفيليج بنجاح. يعني ممكن نلاقي فيها حاجات حلوة، يعني دايموند مثلا. اوكي سرير. او ماي جاد ايميرالد. او ماي جاد لقيت ايميرالد.
وخبز حلو جدا يا شباب. خد السرير الخربان ده وخد السرير ده عشان يعني الالوان الصراحه تحفه. ازيك يا ابو الكراويين؟ او ماي جاد الاكل. هي الوقعات السوداء اللي انا كنت بتكلم عليها، والله كنت بتكلم عليها يعني منذ ثواني قليله. اوكي خلينا نطلع عشان نجمع العيش وخلاص، مشكله الاكل انتهت الى الابد، مش هترجع تاني في السلسله ان شاء الله يعني باذن الله ممكن ترجع. اوكي في تشست تاني وفي خبز حلو جدا سبع. انا مش حلو يعني جدا بس ماشي الحال. اوكي فين القريه اللي كنت بتكلم عليها؟ اوكي القريه دي تحت، بس ازاي ما خدتش بالي منها؟ غريبه كده يعني. او ماي جاد ايميرالد تاني وخبز تاني. طب ايه اللوت ده؟ انا بحب اللوت، ما اقولكوش الصراحه ازاي بحب الاكل يعني. الاكل في ماين كرافت، اما الاكل او ماي جاد دي حكايه الايميرالد مع القريه دي. تكون اللي في بالي رايكون وانا ازاي هطلع فوق يعني. اوكي اوكي شباب انا لقيت هنا يعني حته بطيخ وقمح، فهنجمع البطيخ والقمح الاثنين يعني، هنجمعهم الاثنين. طبعا الحلقه دي ممكن تكون طويله عشان صراحه السبيد ران لازم له حلقات طويله جدا يا شباب. اوكي جبنا كل البطيخ، جبنا كل البطيخ يا سلام. دلوقتي نيجي الى القمح ونكسر القمح. مش عارف ازاي القمح بيتحفظ مش بيتكسر، يعني ماينكرافت عندها واقع يعني صفر من عشرة. اوكي هو انا عمالة اكسر في التراب، ايه الزفت ده؟ خد كله كله، قلب القرية تبيع عليها زي ما بيقول المثل. اوكي حل الظلام. اوكي هل هو البيت ده اللي احنا لويتناه؟ اتوقع ما لا لويتناه. يا نار ازرق. اوكي انت بتشتغل ايه؟ والله انت قول لي انت بتشتغل ايه؟ ما بيشتغلش حاجة. اوكي للتاكسو ده يا قروي معاكم. اوكي دلوقتي هعلن لكم رسميا الخطوة القادمة. اوكي يا شباب الخطوة القادمة يعني هي اننا نروح كهف، بس كهف تشعبي مش اي كهف. لو نزلنا كهف احتمالية اننا نموت يعني 100%، بس لو نزلنا كهف تشعبي مش هنموت. ليه؟ عشان انا اسطورة في التشعب، بقولكم اسطورة في التشعب وكل حاجة. بس يعني من الكهف التشعبي دلوقتي هنزله حالا وهكمله الحلقة القادمة. دلوقتي هنزل وبعدها هكمله في الحلقة القادمة. وطبعا الحفر هيبقى في الطبقة اتوقع بتاعت الديب سليت، ولا يعني فوق الديب سليت بشوية يعني حاجة زي كده. اوكي يا شباب انا وقعت على كهف ونيلة سودة منيلة في 60 نيلة. اوه ماي اهرب اهرب. اجري يا باشا اجري اجري. الاجل قادم من الاجل قادم. اوكي احفر في مكان داني بس يا رب ما يكونش. اوكي اتوقع اني هحفر. اوكي دي واقعة غبية ما تتحسبش عشان هي واقعة غبية. اوكي هنروح على الجزيرة هناك، ممكن لو حفرنا نلاقيش الكهف الخرا الموجود هناك. اوكي شباب انا حفرت دلوقتي وانا على ارتفاع 9 عشان ده الارتفاع اللي هنلاقي فيه الموارد اللي بتاعتنا. عشان انا ما حبيتش احفر تحت عشان في كهف عملاق من الكهوف الجديده يعني. فان شاء بسم الله الرحمن الرحيم هنبدا على بركه الله نبدا نحفر، ويا رب اكرمنا وجيب لنا ستاك ايرون عشان الايرون مهم جدا، عشان ممكن دلوقتي لو لقيت دايموند
ومعاش ايرون، ازاي اكسر الدايموند؟ اوكي شباب، اول ايرون في السيرفر، حلو جدا. دلوقتي هقدر يعني اعمل لي سيف وبيكاكس ايرون ويبقى كله تمام. طبعا السيف والبيكاكس الا في الضروره لحد ما نلاقي يعني كميه كبيره من الايرون، حتى كده نعمل الحاجات ايرون. اوكي يا جماعه، والله قرفت من السلسله، قرفت من ابو اللي جابوها، والله يعني قعدت وقت كبير جدا. عشان ايه؟ عشان جمعت 48 ايرون، يعني عدد ضخم الصراحه، انا بعتبره ضخم عشان اسوي يعني اعمل حاجات جديده وكده. فاللي هو طبعا انا كنت باكل اللي هو الاكل ده، وما كنتش باكل الصراحه، يعني ما مضيتش وقت كتير، وانما يعني عشان احسب 1 2 3 4 مش هحسب اكيد يعني، بس هنكمل في الحلقه الجايه. والحلقه الجايه ان شاء الله باذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله هنلاقي اللي هو الدايموند. أنا المرة ديت يعني ما لقيتش دايموند، بس إن شاء الله المرة الجاية هلاقيها إن شاء الله. طبعا ما لقيتش الفحم، غريبة، فأنا وقفت عشان شفت الجواب ده. لقيت عندي كأس الجواب ده، أو ماي جاد، هو ده البلوك بتاع الكوكب ده، الكوكب اللي بيبقى بيه الامسس. او ماي جاد الامسس، والله هو يا شباب، والله هو. اوكي هو تحت ولا فوق دلوقتي؟ اوكي هو تحت. اوكي وقع سودة منيلة بنيلة، بيتأكد من كده. او ماي جاد، الجولد الجولد الجولد، في دايموند حاجة؟ وان فيش. اوكي يعني هننهي الحلقه من الوسط الجميل هذا وبس كده. دي كانت حلقه النهارده في سلسله السبيد رن. ان شاء الله الحلقه الجايه هلاقي اللي هو الدايموند ونلاقي حاجات كتير وبس. سلام.